عبد الله ابو الغمير نائب رئيس جامعه اكادير مكلف بالشرطه الاداريه الشؤون الاقتصاديه وايضا رئيس لجنه السير والجولان. اذا هنا يعني التدابير اللي اتخذتها يعني الجماعه على مستوى السير والجولان بالنسبه لمناسبه يعني فصل الصيف ويعني الذروه والضغط اللي كتعرفوا واحد العدد ديال الشرايين ديال المدينه وايضا يعني الطرق المجاوره للمدينه. اذا هنا اولا الشكر موصول للسيد والي صاحب الجلاله على مدينه اكادير اللي خلق واحد اللجنه يعني مؤقته لتدبير هذه المرحله ديال السير والجولان في الصيف على مستوى مدينه اكادير وايضا شمال المدينه يعني بين مدينه اورير و و و واكادير يعني اكادير المدينه. اذا هنا هذه اللجنه اللي حدثتها يعني السيد الوالي مشكور يعني فيها واحد العدد ديال المصالح يعني فيها الدرك الملكي قياده الدرك الملكي قياده الامن الوطني ايضا وعدد من المصالح ديال الجماعه المكلفه بالحركيه داخل المدينه. اذا الهدف من هذه اللجنه هو انه تحاول ما امكن تعطي واحد 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 الحلول يعني اللي يمكنها قدر الامكان قدر المستطاع انه يعني تعطي واحد الانسيابيه ديال الحركيه داخل هذا الفضاء يعني بالاخص بين مدينه اورير واكادير مدينه اكادير ثم ايضا اعطاء حلول يعني للمرتفقين والزوار ديال المدينه على وجه الخصوص. هنا غادي نتذكروا على واحد العدد ديال التدابير اللي اخذتها هذه اللجنه هذه انطلاقا يعني من مدينه اورير هناك يعني التدبير يعني ركن السيارات خارج هذا المقطع يعني بقلب اورير اللي غادي يعطي واحد الانسيابيه الحركيه اللي جايه من شمال المدينه. كنعرفوا بانه الطريق ديال البحر كتعرف واحد الضغط كبير. اذا انطلاقا من من من, من اورير وحنا جايين حتى أنزا عززنا المقطع الطرقي يعني المفترق الطرقي بجنب يعني بجنب لاسيمونتري بجنب البشويه ديال أنزا اللي درنا فيها يعني لي سينياليتيك اللي كيعطيو اتجاه ديال المدينه والاحياء المجاوره. ان كنعرفوا بين واحد العدد الناس كيقطنوا في الاحياء السكنيه خارج المدينه وبذلك كنفضلوا انه يكون واحد الاختيار ديال 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 ديال, ديال الطريق المؤديه للمساكين ديالهم او الفنادق ديالهم باش يخففوا الضغط على وسط المدينه او بالاخص على ذاك الشريط الساحلي لا سيما 20 غشت وايضا شارع محمد الخامس. اليوم هنا كما قلت على مستوى أنزا هناك طريقين، الطريق الرئيسي اللي عارفينها الناس اللي هي اللي غاديه عند جايه من اورير وغاديه لاكادير، ثم هناك ايضا طريق اخرى اللي هي طريق اختياري ايضا اللي الطريق الساحليه اللي كتسمى يعني طريق الملاحه اللي جانبا لميناء اكادير. هاد الطريقين يعني غادي يمكنونا باش ننفسوا يعني الحركيه داخل هاد المدار، ثم ايضا وصولا ايضا لمدار ميناء اكادير او لقنطره القنطره قبل القنطره ديال الدخول على المدينه جنب اكادير وفلا جنب قصبه اكادير وفلا. هناك ايضا تشوير اللي غادي يمكن الناس اللي غاديين مثلا الاحياء السكنيه اذكروا عليه على سبيل المثال غادي التكوين او غادي الحي المحمدي او غادي يعني طريق مراكش يمكن لهم يعني يختاروا هذا الطريق اللي غتنفس الضغط على الطريق على الشريط الساحلي. اذا هذا الشيء كل شيء التدابير اتخذات باش تكون واحد الاريحيه ديال السير والجولان داخل المدينه لا سيما في هذه الفتره ديال الصيف. هناك ايضا فتح ممر الحافلات ذات الجوده العاليه البياشينيس اللي باش يعطي واحد الانسيابيه ايضا داخل هذا الشريان ديال الشارع محمد الخامس. هناك ايضا وجدنا يعني واحد العدد ديال 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 المرافق المرابد ولو مرحليه اللي يمكن تمتص هذا الضغط ديال السيارات يعني ديال ركن السيارات. وانا اذكر انه المخيم الدولي يعني لمدينه اكادير راه تحول لمربد يعني لهذه الفتره كلها ديال الصيف. وهذه المرابد ايضا اؤكد انها مرابد مجانيه. ثم هناك ايضا ساحه الامل اللي هي تحول لمربد. اذا هناك فضاءات كبيره لتعطي للساكنه والزوار
يعني الاختيار باش يركنوا السيارات ديالهم ويهبطوا للمدار السياحي. هنا ايضا لاطمئن الجميع، راه الهدف من هاد التدابير كلها راه هو اعطاء حل لمعضله السير والجولان. الكل كيعرف بانه في هذه الفتره بالخاص ديال الصيف كيكون ضغط كبير على 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 على, 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 على الشوارع، ضغط كبير على المنطقه السياحيه، ضغط كبير على المدارات اللي قريبه للشارع السياحي. اذا لذلك خدات يعني خدينا هذه التدابير هادو لاعطاء كما قلت واحد الحل مؤقتا في هذه الفتره. اريد ايضا التفاعل ايضا مع الساكنه، هاد يعني لي بانو سيناليزاسيون، يعني هاد الواحد ديال التشوير هي راه ربما هي مؤقته جايه يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم، يعني هاد اللوحات غيجيو ان شاء الله بمعايير جديده ان شاء الله، وفيهم الحمد لله فيهم ايضا اللغه الامازيغه ديال هذا اللي يتمكن الجميع من قراءه هاد لي بلاك دو سينياليزاسيون. ايضا هنا واتمنى ايضا هذا نداء للساكنه، يعني ان كلنا نتجندوا لان هذا فصل الصيف اللي كان استقبل فيه مدينه اكادير الزوار، كتستقبل يعني سياح جايين من كل انحاء المعمور. نتمنى ان نتحلى بالصبر يعني هذا ونستقبل الضيوف ديالنا بحله جميله اللي كتعطيهم واحد الطمأنينة داخل المدينة. نداء أخير أيضا، هذا الشكر أيضا موصول للسيد الوالي اللي صار على هذه العملية أيضا، والشكر موصول لجميع المتداخلين من الأمن الوطني ومن الدرك الملكي.